لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انتشار أخبار من داخل السجن الجوهر المبارك تؤكد نقله للمستشفى، وانتشار إشاعات وفاته بعد انقطاعه عن الطعام بعد الحكم عليه بستة أشهر سجنا. جوهر المبارك والذي دعا منظمة العفو الدولية السلطات التونسية لإفراج عن المعارض السياسي جوهر المبارك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، هذا وقد صرحت شقيقة جوهر المبارك المحامية دليلة بن مبارك أن المحكمة قد قضت أمس بسجن المعارض جوهر المبارك 6 أشهر على خلفية شكاية رفعتها ضده هيئة الانتخابات لانتقاده إياها. وجوهر المبارك هو سياسي تونسي من مواليد 1968 بصفاقس، استاذ قانون دستوري، رائد شبكة دستورنا، تاريخ ومكان الميلاد 1968، العمر 56 سنة. استاذ قانون دستوري رائد شبكة دستورنا يعتبر من اشد المعارضين لقرارات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بتجميل البرلمان وحل حكومة المشيشي، حيث اعتبرها انقلابا على الدستور، بالاضافة لقوله بالمبارك مؤسسين مبادرة ديمقراطية المعروفة بمبادرة مواطنون ضد الانقلاب المناهضة لاجراءات قيس سعيد. وبعد انتشار الاشاعات ردت شقيقته إنه فقط جوهر المبارك بعد انقطاع عن الطعام يعاني من شدة ألم، ولكن إنه بخير ونتمنى خروجه في الأيام القادمة، ويقف حكم حبسه بستة أشهر لانتقاده الانتخابات التونسية.